السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، النهاردة جبت لكم وصفة جديدة برضو كلكم بتحتاجوها، اللي هي برضو تطويل الأظافر والحفاظ على الأظافر بيضاء ناصعة، ولو فيها أي تلون مطرح الوقفة في المطبخ وكده بيزيلها. بس لازم ما نكونش حاطين أي مانيكير، أنا حاطة اللي هو الإسلامي اللي بيوصل المية للأظافر، فده عادي يعني اللي انا عاملاه برضو في البيت. هنجيب بقى معجون السنان، انا طبعا عامله الوصفه قبل كده ومخليها عندي عشان كل يوم بحط منها لمده 5 دقائق على ضوافري، يعني مجهزاها جاهزه. ودي الشابه برضو مع المعجون. هجيب المعجون ده عشان يقعد معايا مثلا كام يوم كده، وهفضي قد معلقتين معجون، معلقتين صغيرين كده، المعجون طبعا برضو فوائده كتيرة قوي قوي، هنتكلم عنها دلوقتي. بعد ما فضيت المعجون هفضي نص معلقة بسيطة من الشابة على المعجون، وبعصر الليمونة يعني مش كلها برضو هاملة المعلقة دي، واقوم مفضياها. واقلبها بالسكينة الصغننة دي بتاعت القصفة. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين منظرها، يا رب تكون واضحة. ريحتها حلوة قوي. بعد بقى ما عملتها كده، وبعد بقى ما خلاص قلبته، بقوم جاية بطبقه برضو على الأظافر. بنحطه على كل ضفر كده، بس انا طبعا ممكن تعمليه بفرشه، تدعكيه كده تفركيه بالفرشه لو عايزه تشيلي اي جلد ميت، يعني بديل الباديكير. فانا مش هعمله بالفرشه لاني حاطه المانيكير الاسلامي اللي هو بيتخلله الميه عادي واصلي وكده بيه. فانت لو حابه تعمليه كانه باديكير عشان تشيلي اللي هو الجلد الزياده الميت اللي بيكون في الجوانب ده، جوانب الاظافر، عشان ما تحتاجيش تعمليه في الكوافير ولا حاجه، فبتقومي عاملاه بفرشه، اي فرشه يعني مش مستخدماها عندك او مش هتستخدميها. وبالطريقه دي بتسيبيه 5 دقائق كل يوم، الشابه والليمون ومعجون السنان، يعني فوائدهم جميلة جدا، انا هتكلم عنها دلوقتي وهقولها لكم كلها. بس هي دي الطريقة، بخليه على ايدي 5 دقائق وبعد كده ايه بغسله كل يوم. بستعمل الوصفة دي وممكن وصفة الراوند، ولسه وصفات تانية كتير هقول لكم عليها، بتطول الاظافر وتبيضها وتطولها، يعني عشان خاطر انتوا عارفين وقفة المطبخ والمية كتيرة والنقص مثلا حديد اي حاجه عندك بتسبب لك ان هي الاظافر تقشر او تتقصف او تكون رقيقه، يعني مع ان في ناس بطبيعتهم اظافرهم بتكون جامده بس لما بيقفوا برضو في الميه وفي المطبخ برضو بتتقصف وبتقشر وكده يعني. فبس هي دي الوصفه، بتخليها عادي جنبك في المطبخ او في التلاجة برضو، وبتحطي منها
مرة كل يوم او كل يومين لمدة 5 دقايق بس. وهنقول لكم مع بعض دلوقتي فوائد الشابة للأظافر والليمون ومعجون السنين. فوائد الشابة للأظافر: أول حاجة إن هي بتحميها من التلون، اللي هي أي آثار مطرح ما بتقفي في المطبخ وبيجي تعملي بتنجان تعملي كذا بيدي لون أسود مش حلو للضوافر، دي أول حاجة. ثانيا بتساعد على إطالة الأظافر، يبقى أول حاجة بتحميها من التلون وبتطولها وبتزيل البقع اللي يمكن أن تتكون على الأظافر، أي بقعة هتتكون على ضوافرك بتزيلها. وبتعمل الشابة على تنظيف الأظافر من الجلد الميت، ده بالنسبة للشابة. أما بالنسبة للمعجون الأسنان، ففرك الأظافر بمعجون الأسنان بانتظام يزيد من لمعانها وطولها. أيضا المعجون يقوي الأظافر ويمدها بالعناصر اللازمة لنموها وإزالة آثار الجلد الميت أيضا المتراكم حول الأظافر. المعجون بيزيد من نمو الأظافر، كذلك يحميها من الجراثيم والبكتيريا. يعني شايفين مهما اخبط فيها كده بضوافري في الرخامة، شايفين انا بوريكم انها بتكون قوية يعني. وكمان بقى فوائد الليمون للأظافر: يساعد على تطويل الأظافر ويساعد على التخلص من اصفرار الأظافر وهشاشتها، ويبيض الأظافر ويكسبها اللمعان ويقوي الأظافر وينظفها. برضو نفس الكلام الليمون. وديكم شايفين معايا كده انا عمالة بنقع أظافري جوه العلبة الصغيرة اللي انا حطيت فيها، او البرطمان الصغير اللي انا حطيت فيه الخلطة بتاعتي. خلطة جميلة جدا، كل يوم لو 5 دقايق نقعتي ضوافرك كده فيها، تغطسي صباعك فيها او تجيبي فرشة تدهني بيها اي طريقة يعني، او بالسكينة بتاعت القصافة تحطي عليها، كله ماشي يعني تمام. بس ويعني وصفة جميلة قوي، جربوها. ياريت كل الوصفات اللي بقول لكم عليها تعملوا منها عينة كده، او تعملوا منها اللي هي الكميات اللي انا بقول لكم عليها وتحطوها في التلاجة. جربي الوصفة دي النهاردة والوصفة كذا، يعني بصراحة والله انا كانت ضوافري برضو بتتقطم بسرعة بسبب المطبخ وان الواحد ايده في المية على طول. فلما بقيت استخدم اول حاجة الراوند كان ممتاز جدا معايا. هسيب لكم الوصفة ان شاء الله برضو بتاعت الراوند في صندوق الوصف. ووصفات الشعر ممتازة يعني، ثقوا انا ما بعمل لكوش وصفات الا لما بكون مجرباها وعارفة انها ممتازة. بس فلو عجبتكم الوصفات بتاعتي ما تنسوش بقى، والادعية والحاجات اللي انا بعملها لكم كلها في قناتي، تعملولي اشتراك ولايك وشير عشان الفيديوهات توصل وتوصل لكل الناس وقناتي تكبر بيكم. وأترككم في رعاية الله وحفظه.